مشروع توشكا الخير، يعني بتشوفه ازاي كمان بالنسبه للمستثمرين، وازاي نقدر نقول ان هو فرصه للمستثمرين في القطاع الخاص مع دعم الدوله ليهم؟ الحقيقه الدوله المصريه بتجتهد وبتعمل بكل ما اوتيت من قوه، وان هي بتسلم كمان اي حد راغب في الزراعه او في العمل في قطاعاتها المختلفه حاجه اللي هي تسليم مفتاح. احنا بنوفر المورد الكهربائي او بنوفر الكهرباء، بنوفر الميه، بنوفر الارض، وبنعمل على استصلاح الارض، وبنساعد ده وبندي حوافز وبنساعد. فبيجي المستثمر ما عندوش عقبات تواجهه في عمليه الانتاج. يعني بالمناسبه كنا قبل كده بنشوف نماذج ان حد بياخد قطع اراضي وما بيقدرش يزرعها لان تكلفه الاستصلاح مكلفه جدا، حفر البير مكلف جدا، توفير مورد كهربائي مكلف جدا. فكان تبقى اراضي معطله للاسف كمان، يعني بالزبط. عندك فرصه انك انت تستفيد منها وهي معطله لسنوات طويله وتحقيق افضل عائد ممكن منها. الدوله المصريه النهارده بقت بتشتغل على فكره العائد الاقصى من وحده الارض ووحده الميه، مش بس ان انا استصلح ارض، انا عايز اوصل لافضل استفاده ممكنه من هذه الارض. وحتى الاراضي القديمه كمان احنا بنشتغل على تحقيق افضل استفاده ممكنه من كل قطعه ارض وكل قطره مياه موجوده فيها. فده في الحقيقه بيعمل تكامل. فالمستثمر او المزارع او الفلاح او الشاب او السيده اللي هتروح تاخد قطعه ارض في مناطق توشكا هي واخدها تسليم مفتاح، المياه موجوده، الارض موجوده، الكهرباء موجوده، كل حاجه موجوده، هتروح تبدا تزرع وتحصد ثمار تعبها وثمار مجهودها بشكل مباشر ان شاء الله. هايل. الرئيس السيسي كمان وجه اجهزه الدوله بزياده الرقعه الزراعيه في هذا المشروع، 150 الف فدان اضافي، ازاي هيتم تنفيذ ده يا دكتور؟ يعني الحقيقه احنا في عندنا منطقه النخيل اللي تم زراعتها هناك دي فرصه كبيره جدا، ووجود منطقه توشكا الحقيقه منطقه متميزه وهتكون من المناطق الواعده في انتاج التمور وانواع مختلفه من التمور. عندنا المجدول، عندنا التحميل بقى اصناف اخرى من المحاصيل الاستراتيجيه عليها، ده كمان هيكون بوابه مهمه. فالجهود مستمره، والحقيقه الدوله المصريه لا تتوانى ابدا في صرف اي تكاليف او القيام باي استثمارات من شانها انها تحدث استقرار للامن الغذائي للمواطن المصري. فالحقيقه موضوع الامن الغذائي وتوفير الامن الغذائي اصبح اولويه، واكيد كل موارد الدوله هتكون مخصصه لخدمه كل القطاعات الموجوده في توشكا او في مناطق الاستصلاح الجديده او حتى كمان في الاراضي القديمه. بالنسبه لتوجه الدوله في استخدام محطات معالجه لتوفير المياه يعني في الزراعه، قول لي اهميه التوجه ده ايه يا دكتور؟ التوجه ده مهم جدا. احنا عندنا الحقيقه قطاع الزراعه من القطاعات اللي قلنا عليها قطاعات حيويه بالنسبه للاقتصاد الكلي للدوله المصريه. قطاع مؤثر بشكل كبير في المجتمع، ويمكن اتربينا والمصريين اتربوا على ان الارض عرض، فاحنا دايما الحفاظ على الارض وزراعه الارض وتطوير الارض دي من الاساسيات بالنسبه للمواطن المصري. النهارده احنا بنشوف الدوله المصريه عشان نقدر نزرع محتاجين مورد مائي. المورد المائي احنا عندنا محدوديه بشكل كبير، واي قطاع زراعي حول العالم بيبقى فيه محدوديه في المورد المائي والمورد الارضي. دلوقتي عشان نقدر ننفذ مشروعات كبيره زي اللي بنقوم بيها دي، فبالتالي احنا محتاجين نوجد مصادر مياه. شفنا في مناطق سيناء مثلا اتعملت محطه المحسمه لمعالجه المياه، معالجه ثنائيه وثلاثيه، علشان نقدر نوفر مصدر مياه نقي ونظيف يعاد تدويره ويعاد استخدامه بشكل مستمر. ايضا عندنا في منطقه الدلتا الجديده شفنا محطه الحمام اللي هتستخدم في اعاده استخدام المياه اللي كانت بتبقى اللي هي المياه الصرف الزراعي، علشان نقدر نستخدمها في الزراعه مره اخرى. وكذلك الحال في باقي المناطق اللي بيتم العمل عليها، لان احنا الحقيقه محدوديتنا في المياه احنا 55 مليار متر مكعب، احنا بنستهلك حاليا 84 مليار، فاحنا عندنا جهود كبيره واستدامه في عمليه استخدام المياه والمورد المائي.